السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة الحريفي فلوك. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتلاقاو مع حرفي مدينة العيون، وكذلك غادي نعرفوكم على واحد الآلة عجيبة لتنقية معدن النقرة. لايك واشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، ونتمنى أن الفيديو تنال الإعجاب ديالكم. تابعونا. هاد الآلة العجيبة صراحة غادي نقول لكم الدور ديالها والمهام ديالها وما غاديش تصدقوا. هاد الآلة هي فين كيغسلوا النقرة، كينقيو النقرة، هادي هي الآلة باش تخدموا. كيبان لي انا يعني خدمة تقليدية، يعني تقليدية من الجهات اللي خاصة هاد الفن هذا وهاد اللي كنجي نوصلها. علاش حنا كنصنع التقليديين مع النوضو خدمنا هذا الشيء كامل اللي قلت عدلناه ومشينا وقسنا المعارض ومشينا، والاغلبيه كانت في غرب المعارض، ودينا الصنعه من هنا تيا، وديناها لتيزنيت، وديناها لكادير، وديناها للدار البيضاء، ودينا ماشي غير من شحال هذه، وشاركنا في المعارض الكبار وكذا، ولكن تبقى حد المعارض وحد كذا. هما بالنسبه لي كاين اللي يخدم خدمه تبويض ويمشي بها الراس ويديها لتيزنيت ويبيعها ويجي، ما هو هذا المسؤولين عنه. هذا كان تسويقي داخل الوطن عادي، هذاك خدامين فين عاد خاصه تعود تجبر افاق برا باش تعرفوا عليها الناس ويجبروها ويطلبوها. هذا كاين عيو كيجوا الناس راك كيطلبوك خواتم يقعدوا معدين ولا كذا، يقول لك انا بغيت واحد من الخواتم من هذو، بغيت منهم مثلا شي 10 ولا 20 ولا كذا، بغيت نمشي نبدل فيهم السلعه شويه ونبيع. الناس كتسرع ديريكت وكديها برا، احنا خاصنا احنا يفتح لنا مجال باش نمشيو نطلعوا برا ندوا حنا سلعتنا، حنا اللي نعرفوها ونشهروها وكذا، ولكن خاصنا نخرجوا حنا بها برا، ما عندنا الافاق باش نخرجوا بها برا. صح، ما كاين مساعدك، ما كاين مساعدك. واش حال جايين نتكلموا معاهم؟ من المطارد جايين نتكلموا معاهم. التسويق وهو هذا التسويق الخارجي اصلا، هي مؤسسه دار الصنع هي المسؤوله عن هذا البرنامج، ولكن هذه المؤسسه هي ما بسط المساطر باش الصانع التقليدي تعطيه واحد فرصه باش يمشي يخرج المنتوج ديالو. لهذا ذاك هو علاش كثير المنتوج يبقى دائما محلي ويحسب دائما محلي. اي خاتم دابا او اي منتوج كيقول لك هذا منتوج محلي، هذه السميه ديال حنا بغينا نحيدوا هذه المنتوج محلي، بغينا نحيدوها. باش غادي نحيدوها؟ وهو تنعطى فرصه للصانع التقليدي باش يعود يمشي يخرج ويخرج بالسلعه ديالو. وكذلك المساله الثانيه نحييكم عليها انتم كمجلس جهوي ديال مراكش على هذه تبادل الزيارات وتبادل الخبره، انك انت يا هذا الصانع اللي قاعد تجيب له انت فكره وهو كذلك يعطيك فكره، كيف الفكره اللي بابا عند الاخ عبد اللطيف على حساب هذا الشيء ديال العظام وهذاك الشيء قال لك، يعني انه كان كلام وكان عمل في المستوى، يعني احنا نتمناو انها تبقى دائما تتكرر هاي الزيارات. السيد الرئيس انا نبدا قبل الحاج قال لك بينا واحد التجاره خارجيه صنع فات مشي على بالروح نديوها، ولكن تيقول لك تبليغ الرساله فاش بيجي تبليغ الرساله على ما قلب على الجهه ديالو نزل انا بعدا نزل بعدا نعرف بالمنتج داخل المغرب ديالي، نعرف
المحيط ديالك هو المحيط ديالك هو الوطن هو هذا الشيء. نعرف يعني نشوف الناس اللي تيتسداو عندي بحال بين ندير واحد خدمه تاعك واحد كيفاش تاعك واحد عامل. انا نخرج للميدان بعدا نقلب على الناس اللي بغاو لي ساعتي بعدا عوض الدوله. سي محمد سي محمد سي محمد السيد بغيت غير نعرف زعما واش الصنعه ديالكم كان مقيريه يعني خذات حقها من التسويق داخليا بعدا قبل ما نهضروا دويتي على التسويق الخارجي ولكن التسويق الداخلي واش فعلا خذات حقها زعما لان ما كنشوفوهاش في المطارات مثلا ما تنشوفوش المحطات الطرقيه ما تنشوفوهاش بزاف هادو الجوائز اللي ربحوا الصناع التقليديين في جائزه امهر صانع سلاح ما ديالك امهر صانع وفي امهر صانع صناعه بلادك ديالها و ثلاث عيمان التاليين كاملين شكون داتها غير العيون يكفي هذا دليل على الابداع والفنيه ولكن ولكن التسويق كاين اشكال ربما في التسويق اول حنا راني قلت لك وين عندي اشكال كاين غير في التسويق كاين غير في التسويق والتسويق راه خاصك بالنسبه كما قال سي احمد دار الصانع راه ناقصه شويه في الاعمال ديالها مسؤوليتها ناقصه منها الا كانوا دخلوا شي واحدين مثلا ومنعوا على الصناع التقليدي والله على الجهه مثلا انها مثلا ما تخرج سلعتها برا هذا كلام الا كان المهم موجود ما يتقال في هذا الميدان موجود ما يتقال الكتروني واحد زي موقع دابا ولا الاخوان واحد حتى اللي خاصك تعرف تدي معك الفكره المهم ان هذه المدينه العيون انها فيها كوكبه كبيره من صناع المهارة واغلبهم كاملين حاصلين على الجوائز الوطنيه سواء جوائز ديال جائزه امهر صانع ولا حتى في صناعه بلادي وكذلك في اطار كذلك التسويق في اطار المعارض كيقدموا المنتوج معروف بالجودة العالية هذا هو إلا أن الإشكال الكبير اللي كان هو يكون في التسويق طرق التسويق أكثر الوزارة كانت عندي مع خمس شراك ولا ست سبعة ديال الشراك عدتهم تحت إشراف مع كذلك مؤسسة دار الصالح هذه الشرائك احنا لو كانوا تشاوروا معنا كفاعلين في القطاع وكل شيء اننا ما خلونا نديروا لنا مع الشراكة ولكن نديروا ما بين مؤسسه دار الصنع والصنع التقليدي مباشره وكان تنجح العمل صح هذا هو اللي كاين لا هذه العمليه هذه ديال التسويق الالكتروني خصنا بعداك احصائيات فعلا واش المواطن المغربي كيشري الكترونيا وعاد نبنيو عليه البرنامج ديالنا انا كنشوفوا الاغلبيه المغاربه ما تيجي ما كيتعطاوش الكترونيا نادره ما كيتعطاوش ولا نادره الا كان شي حاله نادره وبالتالي غني واش عنده المستوى باش يسوق الالكترونيا عبر وطنيا كاع ماشي غير لا هما فتحوا قال لك شوف هما فتحوا قال لك نعدلوا لكم دورات تكوينيه وعلموا المديريات وعلموا الغرف ولكن هذا ما هو بيت القصيد ديك القصيد انك الصانع التقليدي ما دير بينه وسيط مع مواطن الصانع التقليدي يفتح له مجال ديال التسويق وخليه هو منه للمواطن لانه الخاتم اللي عاد تسجلوا انت ب 6000 ريال هما غادي يحسبوا له 12 الف ريال وما غاديش يجي غادي يقول لك عطيني البونصوندار فعلا ترى سي احمد بيعي والفرق تعتبر مصير انا والشريك دابا تعتبر مصير اذا شكرا سي عبد الله مرحبا بك مرحبا بك تحياتي سواء